الكل ينادي بضرورة إرجاع الموقوفين بدون قيد، بدون شرط، بدون مجالس، بل ونطالب بمحاكمة من كان سببا في هذا الاحتقان، من الوزير ومن والاه. وستندم، يندم هاد الناس اللي اتخذوا هذا القرار توقيف، سيندمون على هذا القرار، على 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 هذا القرار الجائر في حقنا. وها نحن سننفي الإضراب، وبإذن الله سيكون ناجحا. اليوم نحن كموقوفين ننظم وننفذ هذا الاعتصام الإنذاري الجزئي من أمام المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة سلا، في نفس الوقت الذي يتزامن هذا الاعتصام ديالنا مع اعتصامات جميع الموقوفين في المغرب في المديريات والأكاديميات التي يتبعون لها. اليوم ننفذ هذا المعتصم استعدادا لاعتصام يوم الاثنين الممركز، والتي دعت له التنسيقيات الثلاث الموحدة، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقيات التأهيلي. اليوم تبين بالملموس وبالواضح أن الدولة تتماطل وتسوف في ملف بات يشمئز منه الجميع، بات يطرح على المنابر الحقوقية، المنابر النقابية. الكل ينادي بضرورة إرجاع الموقوفين بدون قيد، بدون شرط، بدون مجالس، لكن الدولة تحتجزنا نحن كرهائن حوالي 200 موقوف، ولم تتخذ في حقنا أي إجراء لحد الساعة. نحن على مشارف، على مشارف نهاية الشهر الرابع. من أصل أنه إذا كان ولا بد كان على الدولة أن تعلن عن مجالس. نحن نطالب بإرجاعنا بدون قيد أو شرط، ونرفض رفضا باتا المرور عبر المجالس التأديبية، بل ونطالب بمحاكمة من كان سببا في هذا الاحتقان، من الوزير ومن والاه. هؤلاء الذين يهدداننا بالعزل ويهددون بالمجلس التأديبية، الأولى أن يكون هم الآن الذين يحاكمون، الأولى أن يكون هم الموقوفون، لأنهم هم الذين تسببوا في هذه الأزمة، هم الذين تسببوا في الاحتقان. وحتى لما رجعت الشغيلة وحققت بعض المطالب التي كانت تنادي بها، فالدولة تدفع والوزارة تدفع في مزيد من الاحتقان. وها نحن سننفذ الإضراب، وبإذن الله سيكون ناجحا، وستحضر الشغيلة التعليمية، وستندم، يندم هاد الناس اللي اتخذوا هذا القرار توقيف، سيندمون على هذا القرار، على 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 هذا القرار الجائر في حقنا، لأنه يخالف الأعراف القانونية، يخالف المقتضيات الدستورية. وسمعنا غير البارحة أو البارح أحد البرلمانيين في مجلس المستشارين قد طرح هو الآخر هذا الأمر باسم الكونفدرالية، بل وطالب بعزل من كانوا سببا في توقيفنا. فإذا هذا اعتصام إنذاري ننفذه، وتمهيدا للاعتصام يوم الاثنين، ولنا معارك طويلة مع هذه الوزارة حتى إحقاق حقوقنا جميعا. هم أرادوا إلهاءنا بمسألة التوقيفات، لكن نحن لن تلهينا التوقيفات، توقيفات محطة، وإلا فملفاتنا لا زالت عالقة. تحققت مطالب مجموعة من الفئات التي لم تناضل ولم تغلق القسم، الذين ناضلوا والذين ضحوا بوقتهم وجهدهم ومالهم باش تنجح هذه المعركة هم الذين يؤدون الضريبة الآن. فنحن سنناضل من أجل حل ملف الموقوفين، وسنعود إلى المطالبة بحل ملفاتنا العالقة، وعلى رأسها تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، والذي خلف ضحايا بعشرات الآلاف.